في البداية يا دكتور، يعني لما نيجي نقول أهمية الشهادات اللي بتحصل عليها مصر من توطين الصناعة الإلكترونية، خصوصا إحنا متوسعين في الموضوع ده في الفترة الأخيرة. حقيقة صناعة الإلكترونيات هي صناعة محورية، إن هي صناعة بتخش في جميع المناحي الاقتصادية بشكل كبير جدا، وهي أصبحت عصب التقدم لأي صناعة حقيقة. ومصر عندها استراتيجية واضحة في هذا الاتجاه في المبادرة الرئاسية مصر تصنع الإلكترونيات، ودي مبادرة موجودة ولها خططها واستراتيجياتها، ويمكن التقرير اللي حضرتك أشرت إليه كان واضح تماما. لغة الأرقام هنا ما بتكذبش حقيقة، احنا بنتكلم في خلال 5 سنين ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الإلكترونية من 600 مليون دولار إلى 1.3 مليار دولار، وده رقم حقيقة تقريبا أكثر من الضعف، 116%. زائد أن هذه الصناعة هي صناعة بطبيعتها كمان كثيفة الأعمال، وصناعة جاذبة جدا للاستثمار، والعالم كله بيطلبها، وخصوصا أن سوق المصري سوق كبير. احنا بنتكلم على سوق 100 مليون شخص حقيقة ومستهلك، إنما حتى لو أضفنا إليها الأسواق اللي ممكن مصر تصل لها عن طريق الاتفاقيات التجارة، إذا كان زي اتفاقية الكوميسا، اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وغيرها، احنا بنتكلم على سوق يصل إلى 2 مليار مستهلك في صناعة رئيسية مهمة جدا في العالم، صناعة بتغير شكل حتى خريطة الاستثمار، الاستثمارات فيها استثمارات كبيرة. والجميل هنا ان احنا بنشوف حتى في هذا القطاع داخل مصر الاستثمارات ليست فقط استثمارات أجنبية، إنما فيها كمان استثمارات محلية. عظيم. وإحنا شفنا مصانع موجودة في أسيوط، وشفناها في بني سويف، وشفناها في العاشر وستة أكتوبر. فحقيقة إحنا بيعيد تشكيل حقيقة طريقة الاستثمار، إن هي في الآخر هي صناعة ضمن صناعة تكنولوجيا المعلومات، اللي هي قطرة التنمية حقيقة لكل القطاعات بدون استثناء.